عطيني اسمح لي يا سي يوسف. السماح اصبر دقيقه دوخ هذا عندك هنا. الحمد لله شعرك مشمخ. استنى استنى بدوق عندي. يوسف يشوف هذا قلنا لا حاجة هذي تعرف كيفاش يمكن البيكولا تعرف بالجليون هذي تعرف يشوف هذا يقول ماشي رايحة تموت بصح أنا لها هذي ما دخلتش في بالي أبدا. هذا كيفاش جبني عجبت العجب على الربع نتاع الصباح وتمشيني كيلومتر على رجلية وتقيم لي على الربع نتاع الصباح كما قلت لك حتى راه قريب يضربني البرد ماشي حق عليك هذا. ما عجبانيش باللي الشربان ديالك مكسرة هذا غادي كل شيء درتها بالعاني حتى هي وغير البارح اللي ديتها للحداد باش يبدل هذيك الروضه نتاع هذه هي الدنيا لما الانسان يحتاج لحاجه والله ما يسعفها. شفت عييت هي ماشي تما ريح يديك سي يوسف يا حبا في الحقيقه يا ربي سي يوسف نعم سيدي في الحقيقه اسمح لي يا حبابك انا اخوك والله غير عدبتك احنا فيها بس نجيب لك قهوه كما طيبتها قبل ما نجيك. هيا يا راجل ما يشقهاش ولا راجل ما تشربها يا راجل سخن دمك شويه ويزول لك. هيا روح ربي يسهل يا سيدي. هاي واش جاي تسقى يا سيدي. ها هاي حبيت. هاي يا سيدي. تفضل يا سيدي. نجيب لك سكيك راك تحبها حلوه. حبا حلوه انا عليه يا ها يا سيدي ها يا سيدي هاي بغير طاق قدامك بارك الله فيك صحة يا ربي هذا برد ولا خليني يا سيدي ديك الشيخطه يا حمار بسم الله اشرب 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 مزيح اسمح لي ثقيلة للغاية صح انتم الفحصية دائما هكذا يا سي قويدر كيفاش؟ تخليوها حتى للنسيمة الأخرانية باش تحوسوا ترقعوها يلا يهديك انت ثاني تكون حقك راك وسيت هذا العقل ماشي هذا حتى لليوم ماشي اليوم تجيبني في الشاكي هذا حتى راه قريب يضربني البيضاء قريب جونبت يا لطيف زيد زيد قهوة سخونة ولا غير نسيت ها زيد استنى تنفعك استنى انا السكر زيد السكر زيد ها علينا خليها هاك هاك في الحقيقة يا سي يوسف إني ما تلجيها عندك الحق حنايا من حقنا لو كان عندنا مدة سنين من اللي وسينا هاد العقد المحامي حتى اليوم هاش صح لا ما تتكلم عندي واحد المرأة عندها واحد الدماغ ما يكسروش واقر يا سي يوسف كي كانت صحيحة قلت لها تكلم مع الحيط كيف كيف لما حست روحها خسرت رايحة في سكرة الموت قد تبت واشي العقل واش نقول لك احمد ربي اللي مازال ما ماتتش مزية كي كان خرج طبيب جلود بعد ما شافها وسلا بيكورة قالت لي اسمع يا قويدر يلزم نواسي تاوي الاعمال لهادو العقد والوريتة بعد هذاك اللي نفحت لها نكتبو كلش يعني هي براسها ما عندها لا اخوها لا اختها لا يماها لا شنا الله يفكرك في الشهادة عندها اخوتها يا شيخ واحد الستوتة وخوها تاني وحده الحرامي يا اخي ما هي راهي خايفه لا يجيو يدخلوا في الوريطه ويجيو الجنان والدعم الله يهديك هذا بالسيف لابد لو كان ما يكونش كلش مكتوب عليك يا سي قويدر لابد اختها وخوها يورثوا معاك بسيف لكن انا مانيش فاهم كيفاش علاش خليت روحها حتى قريب رايحه تموت باش حبت تكتب عليك هذا الرزق راك تشوف هي خاطر شمتها قارصه بنت الحرام كانت حاسبه اني انا نموت الاول انا نموت الاول سبحان الله عيط ما تقول لي دي مده سنين بو عليك يا قويدر ما بقى لك شحب يقول لك رايح دار دايما مفهوم حتى صدقت هي راهي تلقف تضحك كيف تلقف يا رجل الموت وحياة في يد ربي ما غير الله سبحانه وتعالى ما كاش من يقدر يعرف الموت في وقته يا سي قويدر كل حاجه لا شنو كي قال لك الطبيب جلول ما تصبحش الغد عند بالك بصح يا الطبيب جلول يعرف صنعته يا اخي قرا طب طب وما يخفاش لعيم اليوكا اما لا وكيفاش قلت لي اما لا قبيله هي اللي بعثتك باش دير هذا العقد بيناتكم كانت مثلا ما نهلكتش
ها ايه دعوة يا اخي انا اسمح لي اذا ما دوك ما تصحش الكتابه سامحني لا اذا باش تحط طابع صباحها تنجم تقدر تقدر هاويده راهي مهلوكه وماشي بعقلها انا ما نقدرش نوصل لكم عقد مزور يا سي قويدر نقول لك الواقع لان في شيء كهذا يلزم الانسان يكون محضر يا راجل راهي هناك من اللي محضره هيا نحكي لك حاجه تضحك كيفاش بلاك كنت ماجيك قريب نسيت بلبس شروالي هي اللي قلت لك البس شروالك كيما انا قدمت الله غير هي باش تشوف لي محضره وفوق فوق تحضير من الفوق والله لا يوا ايه اما لا بسم الله يلا وشكون هما الشهود نتاعكم؟ ايه تعرف حمد جارنا تعرفه هو الشاهد ايوا صح نعرفه والثاني شكون هو؟ الثاني طبيب جلول دوك يعاود ايوا قال لك يرجع في هذا في فجر ربك كيما راك جبتني الدروه اي ما اليوم خاطر وخايف لا هي ما تجوش النهار ها لا علينا حينئذ العقد يكون هكذا العقد يكون بين البينين والذي يبقى منكم على قيد الحياة هو الذي يستنفع بالحبوس شي يوسف شنو اسمح لي بصح فهمني بالعربية احنا بدك نفهم جوايو يا يبقى هذه ماشي عربية بدو غادي نفهمها ما عليناش درج درج حبي يقول عيالك اتخلي لك كل شيء اذا ما تتهي قبلك كيفاش حتى ما تموتش قبلي اش بيت او نلعبوا ولا واش الحاصل الكتبة هكذا تكون واذا ما تنتقبلها تخلي لها كل شيء هذا الموت قبلها يا راجل خاف الله وطبيب جلو القديه كثرت 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 ما تجوش 24 ساعه ما زلنا في الطبيب جلو يا ودي الموت والحياه في يد ربي يا راجل ماشي في يد الطبيب جلو اللي يقدر يغلط على البليس انا عارفين ولكن ما يغلط الطبيب جلو سبحان الله العظيم سبحان الله لا علينا راه ما غلط يا سيدي على كل حال مرتك مازال ما مرتش ولا بس عندك الحق هذه صواب ما زال ما ماتش ايه شفت كيفاش ولو كان يعني تشوفك حبيت تكتب كل شيء عليك ماشي تتغشش بعدا لا بديت تريع يا سي يوسف هاني شوفك مانيش نريع نعلم البليس نعلم البليس مانيش نريع وانما هذا شرع والمسلم يا سي قويدر يلزمش يكون انسان قلبه قاسي سمعت نقول انا على حساب الشرع يعني ماشي على حساب عقلي الحبوس يكون عليكم في زوج باش هبدا اللي يبقى فيكم الاخر يبقى ليه كل شيء واش راك تخرجني من عقلي هي تموت وانا نكتب لها الحبوش ولا واش شوف شوف اسمع خليني نواسي كيما راني نقول لك هكذا اذا كان ماتت ما قال حد الحد راه يبقى ليه كل شيء ايوا واذا ما ماتتش ما نعاودوش العقد وما نجيش فيك النهار كيما بحال هذا ويفهم يا ربي كاش هذا ما تموت يا راجل واش دق جبتك تكتب لي عقد اشتقت شارع فيا ولا مانيش نشارع فيك يا راجل واشنو وانما هذه راني ننصح فيك مانيش نشارع فيك انا تنصح فيا تحبني نموت على يومي الله ينعل الشيطان امين امين ما حبيتكش تموت قبلها وانما هذه عيالك وجوز معها طول حياتك ايوه على بالك الجيران الكل يعرفوها ويقولوا عليها عاقل الله يبارك عندك ما تقول بحكي عاقله تمنحها انت يا تموت اسمع اسمع اذا ولدت في عقد ولا غير عقد الحق هذا نشهدها قدام ربي وعباده بصح يا سي يوسف يا خويا العزيز يا لما كنت بدات تعال يا حي حي تندب هكذا الناس انا ندب هكذا يا لطيف عاود يا علينا وحده الورم لهدا يوريه نهار كامل عندنا في هذه المنجبه حسن واش نقول لك وسع خاطرك النساء في حاجه كي هذه كلهم شي واحد ما عندك ما تقول يا ما يا حتى مرتك كيف شكون قال لك مرتي انت ثاني حرامتي يوسف سامحني ما دخلك الله ما نعاود نعطي فلان هيا كاش تحبني نكتب لك الكتيبه ديالك خلينا نروح عندك ولينا في مرتي ضروك لا غش سامحني يا سيدي ما كاش تسمع اسمع اكتب كيما قلت لك هي تخلي لي كل دوك دبر راسك انا واش خسر لي ايوا تعرف بديت تفهم بارك الله فيك بس اسمع رد بالك كاش ما تنسى يرحم باباك ما عندي ما نسى ما تخافش يا سيدي هيا انا بعقلي ها حمد هذا انت اصبح الخير اصبح الخير عليكم هذا سي يوسف يا هو بكرت اليوم يا اخي انا عم شويه يا سي احمد ها مقرت يقولنا اصبح الخير يا سيدي يا اخي نهار يا اخي يا لطيف مازال تصب الشتاء يا عظمت الله الا سخط مازال ونازل ها وانا اللي مازلت ما دخلتش القرط والله يستر انا يا قضيت الاصلاح الجمعه اللي جازت انت ربي يعطاك الزهر في كل شيء قالوا قطعني الزهر وكي تحس الحالة ما اشتهاش يا لطيف قل لي يا سي احمد نعم انت تكون واحد من الشهود في العقد نتاع سي قويدر اي قالي واش قالك هات خلي له كل شيء اذا ماتت وقال لك تكحس
ايه حاجة كيف راها؟ كما قلت لك اللي خرجت مبدل الوسائل في كورة ويا راقدة تحلف عليها هذا من أهل الكهف. والله لا تغيب خاتي حليمة مسكينة. أنت غير مسكينة شرك هيوة. أي ما نقولش لا والله ما نقول لا لا. تكش نهار قلت لا لا يا سي أحمد عمرك ما تقول لا. شيخ يوسف الحياة ما فيه تربة بس ما فيه تربة أشرب أشرب خير أشرب. أنا في الحقيقة يزني سنة سي الطبيب جليون بينما كي قلت لي راح يرجع على الصفحة هذه لا علينا نحط اسمه كي راح سي أحمد هنا يرجع ما لا يا سادات اسمعوا شو راني كتبت هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد على أنفسنا نحن الواضعون خط أيدينا أسفل عدل محكمة القاضي والسيد أحمد كرفاس. أوقف يا صاحبي لا حول ولا قوة. كرفاس مانيش كرفاس. أرضك يا سيدي قريب الشرق. يا أخويا كيف كيف يا أحمد يا أخويا كرفاس وداك يا أخي ما راحش يوضع حاجة. إيوا عليها تكرفسوني يا لا 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 عنده الحق ما نكرفسوكش يا سيدي أنا على البريس. أسنا أنا نردوها كرفاس. اسمي دي سيد أحمد قلنا يا سيدي السيد أحمد كرافس فلاح والسيد طبيب جلول حقايق يرجع. أنت مش خروج. ما بدنا يرجع. أكد يا أخي. قلنا يا سيدي يشهدوا أن السيدة حليمة بنت علي المشحاح وزوجة السيد قويدر بن عثمان الجبون حبست كل ما عندها وتكسب على زوجها اللي اسمه السيد قويدر بن عثمان. ايوه هكذا صح. أنا على كل حال انا الكتيبه مازال ما كملتهاش. سامحوا لي نروح نكمل كتيبتي لهيك. روح الله يعاونك. روح يرحم والدينا والديكم. روح سيدي الله يكون في العون. امين امين. هكا الشيخ نستنى. ناليه ناليه تفضل. جيت هيوا احمد. لا لا يجي يجي والله لا راك غايضني. نزه نزه. ايه واش تحب يا احمد؟ ربي ما وعدنا بحياتي. على كل حال تقدر تخلفها بالملكي تترفه. نترفه نترفه. راح قول للناس كل راح نترفه. هي هتزك عراق ويدعل. كي تموت مرتك وتخلي له كل ما تكسب ببعرق جبينها. ها؟ ما تقدرش تقول بسبب اللي ما كانتش فنيانة. ايه هذه بصح. اشهدها قدام ربي وعباده بلي انت تخدم مسكينه فوق اللي يكسب. وكانت مراه تشفق. باش خبيت لك هذا الدراهم وما راكليتهم يا ايه عندك الحق صراحت الله يرحمها خلتني قفة بلايتي. الله يرزقك بالصبر. واش تبغيني نقول لك يا صاحبي؟ حليمة يا حليمة رحت علي يا وخليتيني كل من ياخل بدا شميمة. انا على الشيطان اخوي دال والبكالية الموت كاينة وتكون وفي بالك احنا رايحين نسلكوا منها. لا نشوف الحاجة اخرى يا شكون دوك يرقع لي شقيتراتي؟ وشكون يحلب المعيزات؟ وشكون ينقي المطامر؟ يوصل لي حويجاتي؟ وزيد وزيد احي هو عندهم الحق اللي قالوا ما تعرف بقدر بنادم غير اذا مات. ولكن اسمع اسمع ماشي حق تموت وتخليني هجاج يا سيدي. هذه 35 سنة 10 جا 90 منها 35 سنة. لا لا نلعبوا معايا 35 با 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 با. اي واش تبغي دير اسمي؟ ها ما راك عملت مجهودك معها. جبت لها طبيب ها وبكيت عليها ما تقدرش تزيد لها في عمرها. الله غالب وصل الاجل ما ينفعش. ها لكن كي تشوف منها ونفوق يا وتعيش ترانكيل ها تقدر تسهر ها وما تدخلش للدار ما كانش من يكسر لك راسك. شوف انا يا صاحبي اللي ما زلت مع هذيك المراه العقربه هذيك تاع عيالي ها رجلها واخلين ولسانها مازالو قاطع. ما تخافش يسهل عليك ربي كما سهل عليا. ان شاء الله ان شاء الله. ايه لو كنت تدخل لفراشك تتكسل وتتمرغ ما كاينش من يقول لك بعد. هذه بصح نتكسل ونتمرغ ونتعد. وتقدر تزيد تتزوج خطوه اخرى اذا تبغي. تعمل هذا الشيء كامل يا مالا. واش نهار تسكر يا ناس؟ وقفي بسم الله الرحمن بكم. مرتك مرتك يا حمشي مرتك. وراهي احيي ويلي يسرع. واش نوعد الحبوبات هذه يا ربي؟
انا هذا نهار العقد هذا ما ننساهش يا ناس. شوفوا يا ناس اذا ما ماتش. اواه ما راكي تسمعي فيه تنفس يا وتقولي فلتك يكون مشروع. بصح واش صرالو باش نسرح هكذا؟ ايوا احنا كنا دارين. انا كنت نكتب الهيكة وانا كنت قاعد نهدري معاه مسكين كان يبكي عليك. يبكي عليا؟ علاش انا؟ ما انت باش يبكي عليا؟ هو كان في باله باللي كنتي غاديه تموتي حتى خرجتي انصرع الخلاء طاح انصرع. سوا سوا ما تكون غير هذه يا سبتو يا اخي. راني عليا وعلى سعدي بوه. شوفوا شوفوا يا ناس كاش رجع ازرق. اي هذا ما يكون غير الدم طلع له لدماغه. هو شنو واسي ولو ذوق؟ اي الاخر حلوا القمه الجايه. اي سوا 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 ولا شوفي لو كان تجيبي لي محرمه مشمخه نديروها له على راسه. ايه ايه حتى البيدون تاع المراه فارغ قطره ما مسعاش في البيت. هاي راهي العين انا نروح نعمر لكم الماء برا برا. yeah. البير غير قدام الباب. هاتي هاتي. اسمح لي يا سيدي شق عليك الحمى ما فيها عيب. ها شمخ محرمه بالعدل يكفيها. ما عليه يا قويدي. يا قويدي قويدي راك تسمع فيا يا قويدي؟ اسمع فيا يا قويدي. وكاش تحبي تسفك وراه وكل ميت روح نجيبوا له الطبيب هذا ما بقالوش. اي كي خرجتي انت هو نصرع هو كان قال لنا باللي طبيب جلول راه جاي. مزيه بصح لو كان ما يبطاش. شوفي استنى استنى نقعدوه. ها هذا ما يكون غير الدم طلع له لدماغه. يا الله كلو كان تعاونيني نحطه له الجنين. شدي هيك الناس اللي كانوا هناك. ايوه شدي هيك هاني شاده. زيدوا له هذه. زيدي له برلوس هكذا. هكذا؟ اي بصح راني خايفه لا ينهلك وكاش ما يصرى. صبري ها استنينا ما خذوك يشكوى تاع البن يهبط له دم. ولو كان ينهلك ما تخافيش ما تخافيش. يوم الطبيب جلول قالت لنا قداه من مرة كي يسرع الخلق هان نمخضو كي شكوى تاع البن يحبط له رجليه. ما عليك يوم الطبيب جلول هي اللي قالتك هما لا غير زيد نمخضو زيد. صبري ما زلنا ما مخضناش وانت راكي تقولي زيد. هيا بسم الله قابليني من هيك. ولا استناي لو كان نزيدو نقعدوها شوية هكذا قابليني ليه. ايوه هكذا هكذا راني فهمتك. هيا هيا بسم الله. هيا واحد زوج واحد زوج واحد زوج. اوف اوف وهذا الدم مازال لهبطو رجليه. يا صبري صبري يا صبري مازلنا ما مخضناش. ولا شوفي لو كان قاعدوا في ذاك الكرسي هذا. اسمع اسمع عندك الحق يا نحي هذا الشيء من الطريق. اخي قويدر يا اخي امو شوية يعني مسكين يا ربي يا طيق يا رصاص يا ربي يا ربي راح يموت بشحمته ولحمته هكا بقلبي. تعرفي واش نديرو؟ واش نواسي؟ نجبدو له لسانو. وعلاش؟ زعما كي تجبدو لسانو يفيق؟ ها مرت طبيب جلول هي قالت لنا ثاني هكذا. بصح كاش تقدر تجبدو لسانو؟ ها نجربو نسينا لك شنو مقفولين. ايه نجربو نشوفو يا سيدي. ها مدي لي مغرفة غرفه طراش مدي. ما عليك صحيتي. ايوه بشوي عليه انت توجعو. اما لا شوفي تعرفي واش نديرو له؟ واش لو كان نجيبو بوشون تاع القراب نكليو له لسانو بيها. ها شون هاي معني ها غصبي. بس عرض بالكي صرتو. ما تخافيش ما تخافيش راني نعس فيه. ايوه هكذا طبق طعتشي يا سيدي قريب قريب كلاني صوابعي. يا وعظمت الله وسيدي سايح لو كان ما جبتش يدين الا كانوا صوابعي مشاو. استنى شوف زاد حرام. واه 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 واش تحب تواسيلو دوق؟ شوفي تعرفي واش نواسيو؟ نحكم له لسانو بمحرمتي. اي سوا سوا عندك الحق هكذا توالم ما يزلقش.
هكذا ما عنده وين يزيد يزلق. ايوه ها هو جالسانو في يديك. بصح رد بالك الى يغلق فمه. تخافيش ما غير هذاك هو يا سنو غير نقطع. تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. زاد خط يا وعظمت الله الا تقول حوده في الواد. يا سيدي شوفي لو كان ما يخافش بنادم يضرو تعرفي واش ندير له؟ نحكم له لسانو بهذا الكلاب. لا لا استنى راه جاتني شوفه. يا استنى شوف ها هو المساك تاع اللوح اللي نشرب به الحوايج. اي شدوا لسانه بالمساك هكذا تولي ما توجعوش. اي والله لا عندك شوفات يا هكذا يقدر يتنفس في الغايه. ايوه نزيد من ذوك المعرض. اي 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 خوف هكذا يقدر يتنفس في الغايه. لن يوصل البيلج. ثاني عمرت لكم بدون التعلمة ويجب لكم في منصوم خلاص دولي وعلى جبينهم باقي مازال ناطقش. وشنو هذا يا ناس ساكن دايرين؟ ابا يتنفس. كيفاش هذا باش يتنفس ولا باش ينغم؟ نحي هذا هبلتو يا عظمت الله الا مرضت بيب جلول هي اللي قالت لنا ديروا هكذا. خليك يا راجل نحي لرجل بغيتي تقتلوه ولا واشنو هذا نحي. هاو جات الطبيب جلود على ها السلام عليكم. ها يوسف واش راك لاباس؟ بخير الله يسلمك. زبويدر واش راه الحمام ليحه شويه؟ انا راني شويه لا تنسي اللوب هو اللي ما راهوش مليح. الله واش فيك؟ اصر له كان قاعد معنا هيا خرجت قال مرتي اخلع طاح نصرع. اي هذا ريح به يمكن هو اللي جمد دمه في الدم في المخ. شفتوا واش قلت لكم؟ ها عندك الحق هي لكن فهموني كصار ها قلنا له كنا قاعدين نضحكوا عليها. هو مسكين كان يبكي حتى خرجت هي من بيتها. وانا وين جا في بالي لو كان عند بالك يشوفني ينصرع كنت ما نخرج من البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. واشنو سيدي جلول كاش خوف عليه؟ دايم لله يا الحليمه كان ما نعرف ما نعرف نشوف بوها عليا وعليا وعلى سعدي. وكيف سيدي جلول تخلي هكذا يموت بين يديا؟ ان شاء الله ما يموتش لكن الخوف ولا ربما اذا براوس لك كاش حاجه تسقط في ذاته. واشنو يقدر يموت زعما بلا ما يفيق؟ العلم لله يا الحليمه لكن يقدر يصير. لو كان سقد حوالو ومات لا بغى ولكن باللي قال لي وانا نقول يا ودي غاول اكتب ما حبش ياخذ رايي. انا واش حاب ندير انا لا في عليا. الانسان يحسب روحه ما يموتش يا سي يوسف. ايه بوها عليا وعلى سعدي وهو ذوق يموت وانا يصبحوا عليا اولاد خوه يجوا يحاسبوني على هذا الوريث المحله اللي سود سعدهم كان يشوفها ما حبش يشوف فيهم. اما انا شوف سيدي يوسف. نعم كي شقيتو راك هنا مادا بك توسلنا هذا العقد حتى انا كنت معاوله نكتب عليه كل شيء. تا هو مسكين قال حب يكتب عليه كل شيء. اشنو كنا حاسبينك انت اللي كنتي مهلوكه فاذا به دروك اللي راه هو مهلوك وكما هو ما قدرش ياخذ الكلمه من قبالتي قبيله حتى انت ثاني ما تجبش تاخذ الكلمه من قبالتي. هو ها هو هنا الطبيب جلول يفيقوا وانا خمس دقائق سمع منه هذه الكلمه. انا كذب عليك يقدر تقدر تفيقوا سيدي جلول ولو خمس دقائق باش يقولوا هذا الكم المحانه تاع الوريطه ومن بعد يروح يلاقي مولاه مسكين ما عندي حاجه. لا لا سمحي لي يا دحلي ما يحم والديك انا ما نقدرش نوسع عرض كيما بحال هذا خاطر هذا شرع وقل لك الواقع. هو يكره يقول لك ما عنده حد غير انا الوارثه. قويدر 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 راك سمعت بيا قويدر صرت لي انا حليمه. ها هاو تكلم سمعتوه؟ ايه بصح كلا راح يفطن قويدر ها متكلم دوق يفطن دوق يفطن. هما لا سيدي يوسف غير تقدر تسجل كل شيء بصح ما كانش ما تنسى. اسمع
سجي للدار الجنان الخيل البقر الجاج البغال المعيز حتى القطب، ما نحبك تنسى حتى حاجه. اسمع، ما نحبش غدوة نسبوا عليا ولاد خوج وحاسبون على هاد مروت المحانه في سبو تساعدهم. يا اخي حالة يا اخي انا في هاي يزني يبدل الاسم واش حب الوسيم هو قلبه صحيح. واش يزني نعمل تشكات ولا ميفطر؟ واش ما تشكا ما تجوش؟ لا 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 ما عندك، ما تخافي. اشنو يلزمني شويه مسخون؟ جوز راهي خيمه مليح ما كان حتى تقدر تجوز. صح سي يوسف، هيا معايا من فضلك نحتاجك. ما عليا يا سيدي، ما يكون لا خاطر. بسم الله. هاي بالحق يا ربي. لو كان تاخذي راي العجوز غير ما تخليش يدير له هاد التيكه. هو انت عرفتي واش غادي يدير فيها؟ هات والو هو يتشكو وهو يقتشر. هذاك هو، هو يتوخى في عمره وانا يجون ولاد خويا واخذوني في الحتيريه. اي حقا راني تفكرت، لو قالت لنا مرت طبيب جلول قده من مره ساعات كي يسرع الخلق ها يفطر بالخماسيات يعني بالسقادي. بو انت هبلك شنو بالسقادي؟ اي هنجربو ونشوفو، احنا نسقلوه واذا ما فطرش بالسقادي نخليو الطبيب ذاك الوقت يدير له تشيكا. ها واش ميستي نسقلوه؟ ها انا راني خايفه لك اش ما يصير له ونحصلو من بعد. ها ما عندك ما تخافي. ها تعرفي ذاك النهار وحده السكران تنصرع في الفيليج ايه صابو شامبيط رفدو اعطاه بشي سقالي فطن. اي ما عليه، اما لا يلا هنجربو بصح بشويه عليه مسكين ما توجعوش. ها ما تخافيش ما تخافيش. ها قوي درع. اسمح لي اخي راني رايح نسقلك ولا كيف فايتك؟ ها شد على روحك طراش. ايوه هكذاك شفت كي راح زغب. اي سوا سوا ها زغب بصح ماشي بزاف، زيد زيد له زيد له. اي شد على روحك طراش. ها 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 وزغبت اكثر من قبيل. يا سوا سوا راهو يزغب. زيد وحده ولا زوج؟ زيد وحده ولا زوج. اي راه فطنح العيني. شفتي كي الدم سخان فيه؟ ها باش ميت. ها قويدن 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 قويدن. شوف يا انا حلومه. انت ايه انا دخلتني في بيضه ما عندها. علاش واش صامري؟ صرعت لنا خلاص دار سيدك انا. اي يا والله ما سقلتكش ما كنت افطر بها راسي يا ريفاني. واش راك تحس بالحقدق شويه قويده؟ يا عظمت الله ما كنت داري يزيد يمشي هاد الفرد. فرد باش هنا تيا يا لو كمانيش هنا شكون اللي داويك؟ او يا كنت انت مريضة في ذا الساعة انت اللي راك مريض. دي حل فيها بليش يا مرا كنت رايحة تموت. يا احباس يا طبيب راها فطن الحمد لله. فطن هي الحمد لله. لا بس لا بس لا بس يبارك فيك. الحمد لله. لا بس لا بس لكن فهمني كيف افطن وحده؟ يا ودي انا اللي عاونته. عاوني قال لك عاوني تخلي عليا ترن ما ترن. بصح لو كان ماشي هو ما تفطنش. يا درك كي راكو بريتو الاثنين قولوا الحمد لله ويا فلات. اسوا اسوا عندك الحق يا سي احمد. اي دوكي راهم كل مجموعين وانتم ماشي وضعكم حاضرين. بسم الله حطوا يديكم في الحبوس وقولوا الحمد لله رب العالمين. يا امين امين. ماش تالي كاش هذا علم ماش والعقد اللي تعقدوا به يعني يرزقكم بعد موتكم. واش من عقد هذا؟ هذا من عقد يا ناس بغيتوا تخرجوني من عقلي ولا واشنو؟ ولا شفتوني في هذا الشتاء على الاربعة نتاع الصباحين بلا؟ سامحني نسيت نسيت. اسمح لنا كذبنا. الحمد لله اللي تفكرتوا برك. عنده الحق سي يوسف. ديروا كلامكم في الحبوس وحنا رانا شهود. وفريوها وسلام. عندك الحق يا احمد يا خويا بصح يا سي يوسف نقول انا لو كان بنادم يضرب تخميمه ويشوف مع روحه ماشي خير. اي بصح ولاش علينا هذا القلق؟ يا ناس واش بيكم؟ مش كنتوا خممتوا زعما واتفقتوا ولا شنو هذا؟
يا سي يوسف بن علي بليس، كنت فمك قلت لي الانسان قبل ما يحط خط يده حتى يكون بعقله. يا في الحقيقه قلت لكم، ولكن كتحب لي نحط خط يدي وانا مانيش عاقل. اي والله فاذا انا سامحوني نقول لكم بخير على خير. هاي صحه بالسلامه. الحمد لله بالسلامه. بالسلامه. واش نضر وقتك يا خويا؟ هذا الشقاء والتعب واشتغل طيح عليا على 4 تاع الصباح، واش قايل خباطر ولا كيفاش؟ ما تخافش يا سي يوسف، هي خلفوها لك اقويدن وحليمه، لازم كيموتوا يخليوا لك نصيب فلوس. الله ينعلهم هادو فلوس الحبوس اللي تعرفهم انت. هاو اسعف هاو اسعف. هاويلها دوك راك شويه اروح نلق منكم قهوه. ما دعبيك. هيا يا عمي.